أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن الجامعات الوطنية أصبحت رافدا من روافد الحركة الرياضية لما تقوم به من دور في احتضان وتنظيم الأنشطة الرياضية والاهتمام بالمشاركات الخارجية وتنمية وتطوير اللاعبين بمختلف الرياضات. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الوادي منتخب الكرة الطائرة بجامعة البحرين الحاصل على الميدالية الذهبية، ومنتخب التايكوندو بجامعة البحرين الحاصل على ذهبية وبرونزيتين في المهرجان الرياضي الدولي للجامعات الذي أقيم مؤخرا في روسيا. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالإنجازات التي حققها منتخبي الكرة الطائرة والتايكوندو الجامعيان في المهرجان الرياضي الدولي ليكونا خير ممثلان لمملكة البحرين. وبارك سموه للاعبي المنتخبان وأفراد الجهازين الفني والإداري، مشيدا سموه بالدور الذي يقوم به كل من الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات وجامعة البحرين في دعم ورعاية المنتخبات الجامعية، متمنيا لهما المزيد من التوفيق والنجاح.